رحبت جمعيه مصارف البحرين بتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في اجراء مشاورات مع السلطه التشريعيه والقطاع الخاص والجمعيات المهنيه ومؤسسات المجتمع المدني لصياغه رؤيه البحرين الاقتصاديه 2050 وقالت الجمعيه ان اطلاق هذه المشاورات والتي جاءت بناء على توجيهات من جلاله الملك المعظم تاتي في اطار الحرص على ان تعكس الرؤيه الطموحه وتطلعات المجتمع وأشادت الجمعية بما تحقق من إنجازات كبيرة في إطار تنفيذ رؤية البحرين 2030 في كافة المجالات الاقتصادية منوهة بأن القطاع المصرفي وبفضل دعم الحكومة وتوجيهات مصرف البحرين المركزي ساهم في تحقيق هذه الإنجازات نظرا للمكانة المهمة التي يحتلها في الاقتصاد ومساهمته الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي باحتلاله المرتبة الأولى كما أنه يتطلع بكل قوة لمواصلة هذه المساهمة وتعظيمها ضمن رؤية وتطلعات رؤية البحرين 2050